مساء الخير. لو تعبانين وطبعا مش عايزين تاكلوا مسلوق، فالطريقة دي حلوة قوي وهتعجبكم. هنا هنحط شوية زيت زيتون كده، شوية صغيرين، وهنحط لسان العصفور، هنحمرهم شوية، وبعدين هتحطي الخضار اللي انت عايزاه وهتشوحيه معاه في الاول فترة حلوة كده، وتكون في حلة ما بتلزقش، وبعدين هنحط الشوربة وهنحط التوابل اللي احنا عايزينها، وبس كده هنسيبها تستوي تمام. وكمان هنا في حلة تانية هنحط بصلاية، وهنسلق اللحمة نص سوا ونقطعها حتت صغيرة، وهنقلبها كده مع البصل والتوابل، ملح فلفل أسمر وكمون والتوابل اللي احنا عايزينها، هنقلبها ونحط شوية مية ونوطي النار خالص ونسيبها بقى تستوي براحتها تمام، برضو بطريقة صحية. يعني هناكل أكل صحي بس مش مسلوق. طبعا أيام الشتاء اللي احنا فيها دي بيبقى البرد وكده، بيبقى دايما عايزين شوربة والحاجات دي، فدي أسلم طريقة، وكمان طعمها حلو ولذيذ كده. اللحمة بصوا مستوية وطعمها وريحتها خرافة، والشوربة برضو طعمها حلو قوي، مش مسلوقة بس، لأ دي كده متشوحة في بعض، والتوابل معاها كمان بتديها طعم حلو قوي. وبالهنا والشفا، وبالشفا للجميع. باي باي.